الأميلوبلاستوما أحد أهم الأورام اللي بنتعامل معاها في منطقة الفك وعظام الوجنة. من كل 100 مريض يعاني من أورام الرأس والرقبة في مريض اتشخص إنه أميلوبلاستوما. يعني إيه أميلوبلاستوما؟ إزاي بنشخصها وإزاي بنعالجها؟ الأميلوبلاستوما هي كلمة مكونة من 3 أجزاء، معناها العلمي ورم ناشئ من طبقة مينا الأسنان. فبنلاقي بعض الخلايا الموجودة في طبقة المينا أو في النسيج الطلائي على الفك انقسمت بشكل غير طبيعي وأدت لتكوين الورم. إحنا ما نعرفش تحديداً إيه السبب اللي أدى لتكوين الأميلوبلاستوما، لكن في أكتر من 30 طفرة جينية مرتبطة بالأميلوبلاستوما، أهمهم طفرة BRAF وB53، بالإضافة لأسباب تانية زي إصابة سابقة في الفك أو التهابات مزمنة أو الأسنان المطمورة. 85% من حالات الأميلوبلاستوما بتصيب الفك السفلي وممكن يظهر في الفك العلوي، وفي بعض الحالات بيمتد لباقي عظام الوجنة أو قاع الجمجمة. 85% من حالات الأميلوبلاستوما في الفك السفلي بتبقى في الجزء الخلفي، خاصة زاوية الفك. وأحد أهم السمات للأميلوبلاستوما إنه ورم بالأساس حميد، لكن بنوصفه بالطبيعة العدوانية إن صح التعبير. فبنلاقي الورم مع إنه بينمو ببطء شديد، إلا إنه بيوصل لأحجام كبيرة وبيتمدد موضعيا وبيسبب أثر بالغ على الفك المصاب. ومع ذلك في تنوع نادر من الأميلوبلاستوما بيبعث ثانويات للغدد الليمفاوية بالرقبة أو مناطق بعيدة زي الرئة أو الكبد. في الحالة دي بنسميها الأميلوبلاستوما المتنقلة أو الأميلوبلاستوما السرطانية، على حسب طبيعة الورم اللي موجود في الفك واحتوائه على خلايا سرطانية من عدمه. أكتر 3 صور بتظهر بيهم الأميلوبلاستوما إنه ممكن يجي في شكل تكيس واحد على الفك، أو مجموعة من التكيسات، وده الأكتر، أو يبقى عبارة عن كتلة صلبة أو مصمتة على الفك. علاج الأميلوبلاستوما بالأساس هو التدخل الجراحي. التنظيف الجراحي أو الكحت ممكن يبقى في كتلة صغيرة جدا، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الارتجاع في الورم ممكن توصل ل 80% من الحالات، لكن الأساس في الجراحة هو الاستئصال الكامل للورم. تعالوا نشوف رحلة مريض الأميلوبلاستوما بالنسبة للجراحة. بعد تشخيص الورم بأخذ عينة من الفك بنجهز المريض للجراحة. بنقوم باستئصال الورم كاملا بحواف أمان من الجانبين. بنعيد بناء الفك المستأصل بعظمة الشظية من رجل المريض. بنوصل العظمة بالأوعية الدموية في الرقبة عن طريق الميكروسكوب. بنثبت الفك الجديد من الطرفين بشرايح ومسامير، تمهيدا لالتئام عظام الفك كاملة، عشان نستعد للمرحلة التانية وهي زراعة التركيبات التعويضية للأسنان اللي غالبا بتبقى بعد 6 شهور من جراحة الاستئصال. كده بنكون استأصلنا الورم بالكامل وأعدنا بناء الفك مباشرة وحافظنا على الشكل الجمالي الخارجي للوجه، وساعدنا المريض في إعادة التأهيل بزراعة الأسنان. الأميلوبلاستوما زي ما قلنا ممكن تيجي في الفك العلوي. دي صور لأميلوبلاستوما في الفك العلوي ممتدة للجيوب الأنفية. تم استئصال الورم بالكامل من داخل الفم.